الصحافة الأجنبية النهاردة بتتكلم عن يعني نروح للصحافة الأجنبية، نروح للول ستريت جورنال. بتقول لنا إيه وول ستريت جورنال؟ جمعيات الإغاثة بتحذر غزة أصبحت فوضى مطلقة. زي ما حضراتكم شايفين جمعيات الإغاثة بتقول تحت العنوان ده: سمح وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس بزيادة المساعدات للوصول إلى الفلسطينيين في غزة. لكن جمعيات الإغاثة الإنسانية والمدنيين في القطاع يقولون إن القوافل ليست كافية لتلبية احتياجات سكان القطاع البالغ عددهم 2 مليون نسمة. طبعا ده طبيعي، لأن اللي دخل القطاع حوالي 2600 شاحنة. ال 2600 شاحنة دول في الطبيعي بيدخلوا في 5 أيام إلى قطاع غزة. دلوقتي احنا داخلين تقريبا أكثر من 50 يوم، داخلين على شهرين، وكل اللي دخل كان يعني من الشاحنات اللي دخلت كان ممكن يدخل قطاع غزة قبل 7 أكتوبر، كان بيدخل في 5 أيام بس. ناهيك بقى عن الإصابات والقتل والقصف والناس اللي مش لاقية بيوت والناس اللي بيوتها اتهدمت والمليون 1,700,000 فلسطيني نازحين داخل قطاع غزة. فالوضع لو كان بيدخل الأول 500 شاحنة في اليوم، دلوقتي ولا 2000 شاحنة في اليوم يقدروا يعملوا حاجة. علشان كده لسه في احتياجات في قطاع غزة مستمرة. سي ان ان بتقول لك، طيب نجيب الخبر بالعربي: الجيش الامريكي ينقل جوا مساعدات انسانية هامة الى مصر تمهيدا لنقلها الى قطاع غزة. الجيش الامريكي وبايدن بقى شكله وحش جدا، فعايز يقول لك انا دلوقتي بعمل هدنة، ومعني انه يظهر انه بيعمل هدنة، وعايز يقول انا كمان بنقل المساعدات للفلسطينيين. وده اللي بدأ يعمله الجيش الأمريكي لما بعت 3 طيارات محملة بالمساعدات الإنسانية الحيوية، بعتها للعريش علشان يتم نقلها إلى غزة لمساعدة المدنيين في قطاع غزة. وده أعلن عنه مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، ويعني بيحاول يكون موجود بايدن بشكل كبير أو بشكل ملحوظ، عايز يقول الناس أنا مش بس اديت يعني ضوء أخضر لإسرائيل إنها تقصف وتقتل حوالي 15,000 حتى الآن في قطاع غزة، ولكن أنا كمان بقوم بدور مهم وبحاول أمنع أي مشاكل وبعمل تهدئة وبحاول أمنع القتل وبحاول أمنع القصف، ودلوقتي بدخل مساعدات إلى الفلسطينيين. نشوف خبر تاني من الصحافة العالمية معانا. الخبر اللي قدامنا بيتكلم عن المستشفى الفرنسي. مستشفى فرنسي عائم يرسو قبالة السواحل المصرية لعلاج الجرحى من أهالي قطاع غزة. تأثير أسرة السفينة البالغ عددها 40 سرير محدود، يعني السفينة اللي بعتوها دي فيها جماعة 40 سرير، يعني 40 مصاب، وإحنا بنتكلم عن حوالي 40,000 مصاب في غزة. ولكن باريس هتعمل مستشفيات ميدانية وبتحشد المجتمع الدولي علشان المجتمع الدولي يتبرع، فتقدر تقول إن المستشفى اللي دلوقتي موجودة، المستشفى العائمة اللي موجودة قدام سواحل العريش أو سواحل مصر، هي حاجة رمزية أكثر منها مؤثرة، لأنها فيها 40 سرير مش أكثر من كده.